ممكن نقول ان هي اكتر حاجه استفدتي منها النهارده في الايفنت ان عدد الجامعات كبير، فبشوف بقى كذا حاجه واوبشنز وبتاع، ويعني اي حاجه بكون عايزاها على طول بلاقيها. هي حلوه قوي عشان بيدي فرص كتير للناس ان هي تعرف الدنيا ماشيه ازاي وتعرف اكتر. استفدت ان انا في جامعات، انا كنت في مجالات جديده انا اول مره اسمع عنها، زي اللي هي بتاعت الاي اي والحاجات دي اول مره اسمع عنها، فانا استفدت اللي هي حاجه جديده فعجباني، فشدتني شويه عن الحاجات اللي كنت عايزاها في الاول. بصراحه عجبني قوي، ولما شفت الريلز على انستجرام وكده عجبني قوي المود، فيعني عجبني قوي الحوار اللي انا اجي واشير يعني معاكم. انا كان نفسي اخش بزنس بقالي فتره، بس لما جيت هنا وحكيت مع كام جامعه لا حسيت ان هو فعلا حاجه، اولا هبقى شغلي مفتوح قوي، اقدر اسافر وبتاع وحاجه، كل حاجه ممكن تنفع اونلاين. في جامعات كتير وفي جامعات جلوبال وكده، وحتى جامعات يعني في ناس من جوه الاقسام اللي هو من كمبيوتر ساينس وانجينيرنج وكده، فبتسال براحتك زي ما انت عايز التخصصات والحاجات دي. شفت الجامعات اول مره اعرف اللي هي الجامعات الاهليه اللي هي اللي فاتحه، والجامعات اللي هي الجلوبال. طبعا استفدت من حاجات كتير قوي وفهمت اكتر الموضوع والحوار، وبس لسه ما رستش على جامعه، يعني انا حطيت رقمي في حاجات كتير بس ان شاء الله خير. يعني ان احنا بنملى ابلكيشنز في كل حته، فمطمنين شويه للمجموع، فبنحاول نلم كل الكليات اللي ممكن تقبلنا على قد ما نقدر.